السلام عليكم. دلوقتي لو انا عايز احط حاجه كده في اللوحه معلومه معينه او وصيه معينه ومش مرتبطه باي عنصر، يعني ممكن نعمل مثلا حاجه معلومه عامه او تعليق، فمش ينفع اخليها تاج دور او تاج ويندو او تاج وول، فاجي هنا اقول له نيو واقول له فاميلي واخش في الانوتيشن واقول له جينيريك انوتيشن ده اللي بشكل دوت، ده النوتس ديت بيديني معلومات مش عايزها. طيب اقول له كرييت واقول له انا عايز اعمل ليبل اهوت. طيب الليبل دوت هسميه مثلا نمبر واقول له ريد تكست، ومثلا طيب ولا انستنسس اوكي اهو. طيب الرقم دوت يعني خلينا نحطه في دايره، اقول له كرييت واقول له انا عايز لاين، وبعد كده الدايره اهيت ممكن تطلع الدايرة دي شوية أو تنزل الكلام ده تحت شوية براحتك، تصغر الدايرة زي ما أنت عايز. طيب بعد كده create line، ممكن ترسم خط أو نقول له create label، ونبدأ نعمل واحدة تانية name، وخلينا نخليها text و instance اوكي. بقى عندي بالشكل دوت. طيب خلينا نقول له دوت بروجكت اوكي، كده تحطها هي تمام. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له النمبر 1 والنيم جرين تمام. فبقى عندي تقدر تحط الكومنت ده في اي مكان انت عايزه. طيب ممكن تضيف ليدر بالشكل دوت عشان تحدد المكان المشكلة اللي انت بتشاور عليها، وطبعا الليدر تقدر تختار أشكال كتيرة من الليدر. إذا تقول له الليدر الراو تقول له مثلا عايز الليدر بالشكل دوت. طيب بعد كده مثلا بعد ما أنا عملت الموضوع دوت، طيب أجي من أضيف مثلا سيمبل نفس الفكرة هيت، وهتدي له برضه رقم 2 نمبر 2 النيم مثلا يلو. تمام، وتقدر برضه تضيف له ليدر بنفس الفكره زي ما انت شايف. طيب بعد كده انا عايز اعمل سكادول يكون فيه المعلومات ديت، هاجي هنا من يو بقول له انا عايز اعمل سكادول، وبعد كده اقول له انا عايز اعمل سكادول للنوت بلوك. تقدر بقى تختار الفاميلي اللي انت عايزها وتقول له اوكي، ويقول لك ايه الحاجات المعلومات اللي انت عايزها، اقول له اوكي هتلاقي الحاجة هنا. ممكن مثلا تقول لا ده انا عايز اغير الرقم ده مثلا لواحد اتنين، لا عايز اخليه تلاتة تمام وهكذا.